تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في احتفال جرى في قصر الصخير أوراق اعتماد 3 سفراء جدد لدى مملكة البحرين. وقد وصل سعادة السفير نور شهريار راهورجو سفير الجمهورية الأندونيسية إلى قصر الصخير، حيث كان في استقباله رئيس المراسم الملكية وجرت له المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبات. وقد تسلم جلالة الملك المفدى أوراق اعتماد سفير الجمهورية الأندونيسية، وتبادل جلالته مع السفير الكلمات الترحيبية مشيدا بالعلاقات الطيبة القائمة بين البلدين. وقد وصل سعادة السيد رامي صالح لوريكات العدوان سفير المملكة الأردنية الهاشمية إلى قصر الصخير، حيث كان في استقباله رئيس المراسم الملكية وجرت له المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبات. وقد تسلم جلالة الملك المفدى أوراق اعتماد سفير المملكة الأردنية الهاشمية، وأشاد جلالته بالعلاقات الطيبة القائمة بين البحرين والأردن وما تشهده من تقدم وتطور في جميع المجالات. وقد وصل سعادة السفير الدكتور سيغور بخار سفير جمهورية النمسا إلى قصر الصخير، حيث كان في استقباله رئيس المراسم الملكية وجرت له المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبات. وقد تسلم جلالة الملك المفدى أوراق اعتماد سفير جمهورية النمسا، وأشاد جلالته بالعلاقات الطيبة القائمة بين البلدين على الصعود كافة. ونقل السفراء إلى جلالة الملك المفدى تحيات رؤساء دولهم وتمنياتهم الطيبة لجلالته بموفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين وشعبها دوام التقدم والازدهار، مشيدين بالعلاقات الوطيدة التي تربط بلدانهم مع مملكة البحرين على كافة الصعد. حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد سمو الممثل الشخصي جلالة الملك المفدى ومعالي وزير الديوان الملكي ومعالي وزير الخارجية وسعادة رئيس المراسم الملكية.